هنروح مع حضراتكم لتقرير من محافظة سوهاج مع الزميل محمد رفعت، وبنرجع مرة تانية معاكم متواصلين وتغطيتنا الإخبارية. احنا جايين علشان نشارك وبنقول خليك ايجابي وانزل علشان خاطر بلدنا وعلشان خاطر الصوره تبقى حلوه قدام العالم كله، وبنقول تحيا مصر تحيا مصر. ايوه لازم ننتخب، يعني دي عشان مستقبل بلدنا وعشان ولادنا وعشان حق دستوري وعشان حاجات كويسه يعني اتعملت في البلد ده. لا اللي ما نزلش ينزل، والانتخابات سهلة وكل الأمور ميسرة، والناس كلهم يعني واقفين لنا بصراحة يعني على أمل وجه. مواطنة سوهاجية وبحب المشاركة، والمرأة السوهاجية لابد أنها تشارك في العملية الانتخابية أكيد عشان نصنع مستقبل بلدنا، وإن شاء الله القادم يكون أفضل، والمشاركة لازم وضرورية من كل مرأة سوهاجية. دي بلدنا مصر لازم نخاف عليها، بلدنا حبيبتنا فيها كل الخير وفيها ناس أمناء، وصراحة يعني نشكر ربنا على كل ترتيباته، ربنا يساعد كل الحكام فيها. احنا جايين هنا نساعد المواطنين في الانتخابات، بننظم هنا المكان بالنسبة للمنتخبين، بنساعد اللي هم كبار السن. احنا لجنة تطوعية من الشباب والرياضة، بنحمس الشباب هنا اكتر في ان هم يدلوا باصواتهم، لان دي عمليه وطنيه المفروض ان احنا نقوم بيها كشباب. النهارده حبا في بلدنا وحبا لمستقبل افضل لاولادنا، احنا النهارده موجودين في الاستحقاق الانتخابي الاهم اللي بيتم في مصر. احنا النهارده حريصين ان احنا نكون موجودين وان احنا ندلي بصوتنا ونختار رئيس جمهوريتنا لاجل مستقبل افضل لبلدنا، فلازم طبعا نكون كلنا موجودين. انا بناشد كل المواطنين المصريين ان لازم يدلي بصوته، سواء هيدي صوته لمين، سواء هيقول ايه، بس لازم يكون موجود. لازم النهارده كلنا كل الشعب المصري يكون موجود. انا عايزه اللجان تكون بالملايين، عايزه اللجان تكون بالالافات، كلنا ننزل كلنا نقول صوتنا. دي حاجه يعني اقل شيء ان احنا نقدمه لبلدنا، ان احنا نكون مشاركين، ان احنا نكون موجودين، ان احنا نيجي النهارده ندلي بصوتنا.